بستيك مرة لذيذ. التشيكن على الأقل يشبع أكثر من الفرايز. مرة حلو طلب التشيكن. لذيذ. أنا مقلي بس. أول شيء. صباح الخير. اليوم صحيت قررت إني أصور لكم فلوق. صحيت تقريبا الساعة 9، جلست بالسرير تقريبا ساعة، أدري مرة too much، بس مع البرد صايرة مرة صعب إني أصحى من النوم بدري، وش أوكي يعني فترة معينة وخلاص نرجع إن شاء الله روتين الصباح بدري. ثاني شيء سويت لي فطور عبارة عن زبادي يوناني، حطيت علبتين وقطعت عليه تفاح أحمر وسيريال عالي البروتين، وجبة عالية البروتين متكاملة وتشبع لفترة طويلة، وسويت لي قهوة طبعا. بعد ما أخلص إن شاء الله راح أقرأ كتاب، الكتاب اللي قاعد أقرأ حاليا أتاشت، يعني صراحة أنصحكم مرة فيه، مرة حلو. تعلمت منه كثير عن نفسي. أنا أحب الكتب اللي تخليني أفهم نفسي أكثر وأفهم تصرفات الناس، تصرفاتي يعني اللي أحيانا أستغرب منها ليش إني قاعدة أتصرف هذا التصرف، بعدين لما أفهم أقول أوكي فهمت الحين. يعني صراحة من الكتب الحلوة اللي خلصت إن شاء الله أعطيه فيدباك عليه. أحب وأنا أكل أتفرج على كذا فيديو مفيد. قاعد أتفرج على حلقات حقت أحمد عمارة حاليا، كل يوم أشوف حلقة واحدة. تحية محملة بالخيرات والنعيم. If you discovered that most of your difficulties can actually be tracked back to conflicting intimacy needs, is there anything you can do about it? سريع. أدائي مرة نازل بسبب أن قبل الدورة دائماً أدائي ينزل، وهذا شيء طبيعي جداً. فإيش سويت؟ قللت أوزاني، زدت شوية تكرارات، لأن الوزن اللي هو مفروض يكون خفيف صار ثقيل علي، فهذا اللي سويته. وعادي مو كل يوم بتمرن نفس الأداء، نفس المستوى، نفس كل شيء، نفس الطاقة، نفس النفسية، لا أبدا. فدائما أعرفوا كيف تتعاملون مع هذا الشيء. لا تخلونه يمنعكم انكم مثلا ما تتمرن. اقدر اقول انه ما في نطاق خلاص ما راح اتمرن اليوم، بس لا تمرنت و بس. أول شيء بمسح بقايا الميك اب هذا، بعدين
بغسل وجهي، هذا الغسول اللي استخدمه حاليا وناسبني مره الصراحه. بعدها هذا التونر بحطه بعد الغسول. هذا المحلول صراحه نصحتني في واحده من البنات، احطه على اي حبه يعني جديده طلعت لي او اي مثلا اثار حبوب احطه عليها. وهذا برضو الكريم اللي استخدمه حاليا الوجه. زيت القهوة هذا صراحة توني بديت استخدمه، يقولون زيت القهوة مرة كويس لتحت العين يعني الهالات اللي تحت العين، فهذا تقريبا ثاني يوم استخدمه، بجربه وبشوف اذا حسيت في نتيجة حلوة او لا. بحط شوي مرة تحت عيوني بس، بسوي مساج بسيط خفيف. بس هذا السكين كير حقي بسيط.